أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك كان سعيهم مشكورا فتقعد مذموما مخذولا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجة.
تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقضى ربك ألا تعبدوا فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربكم أعلم بما في نفوسكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا
أمتك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وآت ذا القربى حقه وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا
الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. هكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا خشينا مصدين مع كلام الله يا رب العالمين فلا علينا وعليكم بذلكم العلم القراني فضيلة الاستاذ القارئ الحاج عبد الباسط عبد الغني احمد الجبي القارئ المعروف والمقيم بقرية جنبها التابعة لمركز ومدينة حوشيسة إدارة الصوت والنور ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى ركبت وجهزا من مخازن ومحلات الحاج سعد خشب والحاج الشاري خشب إدارة وإشراف المعلم رجب سعد خشب المقيمين والمعروفين بقرية المفريد مرات السنة معزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والباقون لله وحده